بقى نروح للكرة العالمية. قبل لما ندخل في أخبارنا، إحنا في 24 ساعة تفصلنا عن البطولة، تاني أهم بطولة في العالم. طبعاً دي من أجمل البطولات اللي الواحد بيتفرج عليها، هي تاني بطولة بعد كأس العالم فعلاً، كأس الأمم الأوروبية أو اليورو. يمكن اليورو بطولة بيتابعها من تقريباً العالم كله بيشوفها، مش بس أوروبا يعني. ده إحنا هنا في مصر، ومن أول ما بدأ التلفزيون المصري بس مباريات البطولة الأوروبية دي، والجمهور المصري بيحب كل أربع سنين يشوف كأس الأمم الأوروبية. يعني دي بطولة زي كأس العالم، يعني كأس عالم مصغر تقريباً يعني، وبتشوف فيه المنتخبات اللي بتحبها كلها. يعني المرة دي كمان سخنة جداً، يعني في مجاميع صعبة قوي. يمكن البطولة كمان بطولة مفاجآت، بيحصل فيها معجزات كتير جداً. شفنا مثلاً الدنمارك في سنة 92 ما كانتش في البطولة أصلاً ودخلت أخرتها. شفنا اليونان في 2004 كانت آخر منتخب ممكن أي مشجع يتوقع أنه يتأهل حتى من دور المجموعات، لكنه فاز بالبطولة على البرتغال في النهائي وتوج باللقب الوحيد ليه في تاريخه. شفنا بطولات زي اللي فاتت دي، البطولة اللي فاتت زي منتخب إيطاليا مثلا بالدفاع الكلاسيكي دوت وبيلوتشي وكيليني قدر يكسب البطولة. دي مفاجآت بطولة اليورو حقيقة، يعني بطولة مميزة. المجموعات قدامنا هي، أنا بالنسبة لي في المجموعات دي في مجموعة موت، أسبانيا وكرواتيا وإيطاليا الثلاثة اللي هم ممكن يكونوا مرشحين للبطولة في مجموعة واحدة، معهم ألبانيا. يعني ألبانيا لو خرجت من المجموعة دي لازم تاخد البطولة، يعني لو تأهلت من وسط الثلاثة دول أسبانيا وكرواتيا وإيطاليا لازم تاخد البطولة يعني. لكن أنت متخيل إزاي تصنيف أسبانيا وكرواتيا وإيطاليا؟ يعني كده إيطاليا تصنيف ثالث وكرواتيا تصنيف ثاني وأسبانيا تصنيف أول. إزاي إيطاليا تصنيف ثالث؟ دي أصلا حاجة غريبة جدا. كرواتيا تصنيف ثاني، الدولة لسه واخدة كأس العالم من كأسين عالم، تصنيف ثاني، فاهم؟ فمجموعات صعبة جدا كلها، يعني إنجلترا والدنمارك في مجموعة واحدة، فرنسا وهولندا والنمسا دي مجموعة موب برضو، فرنسا وهولندا، بس يعني فرنسا وهولندا أعلى شوية ومعاهم بولندا كمان. مجموعة البرتغال مجموعة كويسة يعني. بلجيكا انا بقى عندي تساؤل، منتخب زي بلجيكا بالامكانيات اللي عنده واللاعيبه الجامدين اللي عنده دول كلها ما بيكسبش اليورو مثلا، رغم ان معاهم مجموعه معقوله جدا اهي. بس طبعا تبقى المجموعه اللي فيها اسبانيا وكرواتيا وايطاليا دي مجموعه موت بجد، يعني مجموعه تخض. انا هتفرج على ماتشات فيها، يعني انت هتتفرج على ماتش اسبانيا وكرواتيا وتتفرج على ماتش اسبانيا وايطاليا وكرواتيا ماتشات ممتعه جدا حقيقه، يعني ماتشات على اعلى مستوى من المتعه. هنكون كمان على موعد مع المتعه لمده تقترب من شهر، نهائيات الكاس تنطلق غدا طبعا أمم أوروبا 2024 الجمعة في ألمانيا. منتخب ألمانيا هيلاعب نظيره الإسكتلندي، ومنتخب ألمانيا وهو دولة منظمة مختلف. منتخب ألمانيا بقاله فترة واقع، لكن وهو دولة منظمة يتعمل له حساب طبعا يعني، وهو بيلعب على أرضه في وسط جمهوره، والمباراة هتقام كمان في أليانز أرينا ملعب بايرن ميونخ. طبعا مباراة في ملعب 75,000 متفرج هيتملوا كلهم ألمانيا. وهيدخل بطل أوروبا ثلاث مرات طبعا في منافسة يورو 2024 بطموحات مدربه الشاب ناجلسمان، اللي بيسعى لإعادة الهيبة للمنتخب الألماني بعد خروجه من الدور الأول في آخر نسختين في كأس العالم. طبعا كانت برضو من المفاجآت ألمانيا تخرج نسختين من كأس العالم في الأول كده، روسيا 2018 وقطر 2022، إضافة للخروج من دور 16 في النسخة الأخيرة من اليورو كمان. يورو 2000 خرجوا برضو بدري قوي. وقبل أيام قليلة جدا من انطلاق منافسات يورو 2024 اتعادل المنتخب الالماني مع في مباراه وديه مع اوكرانيا 0-0، وكان الاقرب طبعا ان هو يفوز، وفاز على اليونان 2-1. طبعا عامل الارض والجمهور عامل مهم جدا، لكن اوروبا سهل ان انت تبقى من هنا لهنا الجمهور هيروح عادي وهتلاقي الماتشات كلها يعني على اخرها. في المقابل بقى بيسعى منتخب اسكتلندا بقياده مدربه ستيف كلارك لتحقيق مفاجاه في افتتاح يورو 2024، وهي بطوله المفاجات. دايما اليورو بطوله المفاجات، يعني على الأقل هيبقى عايز يخرج بنتيجة إيجابية تساعده في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور الثاني. ده طبعا قبل مواجهة سويسرا والمجر في الجولتين الثانية والثالثة بالمجموعة الأولى. وعايز أقول حاجة مهمة جدا على اليورو قبل ما أكمل كلامي عن البطولة عموما. دايما الفريق اللي بيتقال عليه حصان أسود في البطولة ده بيبقى مرشح إنه ياخد البطولة في البطولة دي بالذات. مفيش حاجة لها مقاييس أبدا. اي منتخب عامل نتائج مش كويسه هياخد البطوله عادي، اي منتخب اول مره يشارك ممكن ياخد البطوله عادي. دايما بتبقى ميلاد لعيبه مميزه جدا البطوله دي، غير ان احنا بنستمتع. انت عندك ثلاث ماتشات في اليوم بعد كده، يعني من بكره هتبقى معاك الساعه 4 ماتش، الساعه 7 ماتش، الساعه 10 ماتش، حاجه في منتهى الجمال يعني. وعندنا اسبوع اجازه هو اللي انتوا داخلين عليه ده، فهيبقى الناس قاعده بتتفرج تستمتع بماتشات اليورو.